السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس نشرح كيفية استخدام بروسيجرال ليزر ماتيريال كاوتش. ميزة هذه الماتيريال لها انها بروسيجرال من غير اي صور او ايميجز. اول حاجة ممكن نستخدم او نغير فيها الوان الباتونز او اللون الجلد نفسه. ثانيا ممكن يتم تغيير التفاصيل والديتيل. سوف اقوم بوضع الرابط في الوصف لهذه الماتيريال، تحملها فور فري من على جامروت. فاذا عندي هذه الماتيريال، مبدئيا ده اللون الطبيعي، فانا ممكن اغير لون الباتونز يكون وليكن اللون الكحلي، وليكن هذا اللون، ولون الليزر هيكون وليكن ممكن يكون عادة ما بيكونش لون ليزر بهذا الشكل، لكن ممكن نقول هذا الشكل. طبعا ده كده عبارة عن بعض التفاصيل، بيقول لنا الباتون هايت والباتون ريديوس، فأنا ممكن أغير هنا ده يكون بوينت 2 فيتغير بهذا الشكل على هذا الأساس. الهايت ممكن يتم تغييره وليكن 1، ده كده تم تغيير الهايت، أو بوينت 5 أو بوينت 4 5 أيا كان. على هذا الأساس بيتم تغيير الباتون ديتيل. طبعا في ان الرينكلز 10 نخليها وليكن 20 رينكلز اللي هي هنا. وهكذا اي شيء من الاوفر سكيل بيكون ممكن تتم تغييره، طبعا يكون اقل او اكبر. هنا 10 خليه 16 فيكون بهذا الشكل. طيب ده كده احنا وصلنا الى كيفية تغيير الماتيريال، تتم اضافتها كالتالي، بنذهب الى اي. طيب انا دلوقتي عندي سفير، فممكن يتم اضافتها لاي جزء من هذه السفير ولكن جزء العلوي، ولكن يتم التأكد من جيومتري كافي. فانا اختار الليزرد واوكي. فإذا لو ذهبت إلى الريندرد فهيكون كالتالي، طبعا تقريبا عشان السكيل. فإذا تم إضافة الليزر ماتيريال إلى السفير. ده كان درس عبارة عن إزاي نستخدم الليزر، وميزة الليزر إنها بروسيجرال زي ما قلنا، إنها لا تعتمد على الصور أو الإيميجز. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في درس قادم.